تستعد جمعية بيت الطلبة والشباب في الغازية لإطلاق فعاليات نشاطها السنوي للسنة الثالثة على التوالي، رافعين شعار نرقد لتحية العلم برعاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. سباق الغازية الدولي في نسخته الثالثة يبدو أكثر توسعاً هذا العام مع دخول العنصر الأجنبي للمشاركة في السباق من خلال عدائين من قوات اليونيفيل الدولية، فضلاً عن 15 دولة ما بين عربية وأفريقية مشاركة في النشاط. وقد أكدت الناشطة في الجمعية فاطمة علي فرحات أن تفاعل الرياضيين ورغبتهم بالمشاركة وتفاعل أهل الغازية وأبناء لبنان بشكل عام شكل حافزاً لجمعية بيت الطلبة والشباب للتوسع بنشاطها وجعله يأخذ طابعاً دولياً بامتياز. نوجه دعوة لجميع اللبنانيين للمشاركة بهذا النشاط، ناطرينكم ب 26 تشرين الثاني بحديقة الرئيس نبيه بري عند الواجهة البحرية للبلدة الغازية. نذكر أن عدداً من الجهات الداعمة والمساندة للجمعية من شركات خاصة ومؤسسات تعليمية وغيرها دعمت هذا النشاط لما يمثله من نقلة كبيرة في لم الشمل اللبناني والعربي ووحدة الصف اللبناني، وقد كانت الجامعة الإسلامية خير نموذج لهذا الدعم. نحن نشجع هاي النشاطات ودائماً ندعي، واليوم نحن ندعي باسم الجامعة الإسلامية كل شباب لبنان وكل طلاب الجامعات وطلاب الثانويات للتوجه للمشاركة نهار الأحد 26 تشرين الثاني 2017 بسباق الغازية بلبنان. وقد تمت دعوة عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والفعاليات الاجتماعية للحضور كضيوف شرف بهدف إغناء النشاط. وقد اعتمدت الجمعية هذا العام ثلاثة مستويات للسباق، هي سباق 12 كيلومتر، 5 كيلومتر وثلاثة كيلومترات، والتسجيل في السباق يتم عن طريق الاتصال على الرقم المخصص 71-06-37-6 أو عبر التواصل على الصفحات الرسمية لسباق الغازية الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي: